طيب حضرتك يعني كان في قضايا إرهاب قبل كده، لكن كانت متفرقة يعني في مسيرة القضاء المصري، يمكن نعم ما كانش فيه هذا العدد الضخم جدا من قضايا الإرهاب اللي بعد 30 يونيو. ايوه يعني احنا قدام جماعة قررت إن هي لا، الشعب رفضها فهي قررت إنها تقتل الشعب، اه اه فبقى في هذا الكم من القضايا. حضرتك بدأت بقى العمل في هذه القضايا من أنهي نقطة أو من أنهي لحظة؟ هو البداية كان باتصال النائب العام الله يرحمه سيدي الشهيد هشام بركات. الشهيد هشام بركات بيا، وقال انا عايزك في المكتب. المهم رحت له يا طمر معالي النائب، فقال لي احنا في قضية عايزين، يعني عايزك تاخد قضية مكتب الإرشاد، احداث مكتب الارشاد. احداث مكتب الإرشاد. فقلت له طيب وماله يعني في؟ قال لي لان في قبليك حوالي 4 دوائر اتنحوا عن نظر القضيه. عن نظر القضيه. قلت له السبب ايه؟ قلت له السبب ايه يا معالي النائب؟ قال لي السبب ان هم بيخشوا في الجلسه والمتهمين بيعملوا شغب، احنا بس عايزين ايه يعني؟ عايزين بس امر الاحاله في مكتب الارشاد ده يتم تلاوته. يتم تلاوته في المحكمه. في المحكمه يعني بدايه، يعني حتى امر الاحاله ال4 دوائر او ال3 دوائر اللي اتنحوا ما كانش القضاه بيتمكنوا من حتى تلاوه. يتلوا مفيش قرار خالص. الاحاله. وقال لي شوف بقى اللي انت يعني ايه اللي انت تشوفه قول لي وانا هننفذه يعني. قلت له طيب، يعني هو بدايه انا شايف ان ايه، ان نقل المتهمين من مكان محبسهم للمحاكم اللي بيتم النظر القضايا فيها عليها دي كلها، المحاكم دي كلها اذا كان محاكم اللي هي بتاعه التجمع الخامس او محكمه مصر او محكمه، المحاكم دي كلها. قلت له ما ينفعش. قال لي ليه؟ قلت له بداية المتهمين دول بيتنقلوا من محبسهم لقاعة المحكمة. لقاعة المحكمة بيتنقلوا بإيه؟ بيتنقلوا بقوات أمن كبيرة جدا، بقول أمني، حراسة والتأمين، وحراسة وتأمين وتكلفة وضياع أرواح. بمعنى إن بيتم الهجوم على القول الأمني ده وبيقتلوا منه عساكر أو ضباط وبيهربوا المتهمين. قال لي طب والحل ايه؟ قلت له الحل ان يتعمل قاعه في مكان اللي هو مكان محبس المتهمين، محبسهم اللي هو جنبهم معهد امناء الشرطه، بحيث ما يتمش عمليه النقل التقليديه دي، بحيث ان هو يطلع من هنا يخش لي. تمام. بس قال لي طيب حاضر. طب انت ما قال لي بس دي عارف ان حضرتك في مراكز التاهيل الجديده ده موجود، يعني قاعات محكمه في مراكز التاهيل، بحيث انه يطلع من المحبس على على المحكمه. حلو قوي. يعني دي الفكره يبدو، دي بقى يعني منبت الفكره يعني. طبعا. جميل. اصل انقله ليه؟ اكلف نفسي ليه؟ وايه العربيات وايه الوقود وايه الضباط وايه العساكر؟ وعرض انا الامن بتاعي لعمليات اغتيال. وبعدين دول مش ناس عاديين. يا دكتور احنا لما كنا في محكمه الجنايات وكنا بنشوف القضايا العادية، إذا كان قضايا قتلة أو قضايا تجار مخدرات أو سلاح، المتهم ما كانش بيرفع عينه في القاضي. المتهم بيبقى باصص لتحت. المتهمين دول مش كده خالص، نوعية مختلفة. لا هم ولا أهاليهم. ده كان قاعد جنبي رئيس نيابة أمن الدولة، كان يعني في قضية من القضايا اللي كنا بننظرها، قضية حبارة. وراح عامل لرئيس نيابه امن الدوله قال له هتبحك، هطلع وهتبحك. هتبحك ده حباره. هطلع وهتبحك. احنا هنيجي لحباره. ايوه. لكن انا عايز ارجع للقاء مع المستشار هشام بركات، لما حضرتك بقى قلت له المقترح. قلت له المقترح ده، فقال لي طب هنعمله. قلت له بص انا مش عايز غير هنجر، يتعمل هنجر. قلت له مش ما هو قاعه صعب ان انت هتبنيها او كده. قلت له عايزين هنجر. هنجر بس يبقى ايه موجود، وقاعه وكده، ومتهمين يطلعوا من محبسهم يخشوا عندي. بس انا مش عايز اكتر من كده. قال لي خلاص ماشي. فالمهم تم تنفيذ الايه الكلام ده، واتعملت قاعه، كانت قاعه واحده للدوائر كلها. دي اللي كانت في معهد امناء الشرطه. بس قبل معهد امناء الشرطه حضرتك نظرت قضايا في طبعا قبل ما جهزوا الكلام ده في معهد امناء الشرطه. فكنت كنت بنظر القضايا فين؟
في الكيلو 10 كيلو 10 ونص كيلو 10 ونص في معهد في قوات الامن في الكيلو 10 ونص كان في برضو قاعه وكده وكنت بنظر فيها وبعدين بقى السبب الاستعجال في النقل ان جت معلومه او واحد احد من المتهمين اللي كانوا في احد القضايا فلقيته كان عايز يقابلني خير قابلته قلت المداول قال لي بص انا يعني انا شايف ان انت بصراحه انت راجل طيب وبعدين انا قاعد في الزنزانه وهم بيخططوا عشان يقتلوك اغتيالك قلت له زي قال حي وانت بتلف من عند في الطريق الصحراوي بتلف الطريق للقاع بقى دي بتاعت الكيلو 10 ونص كيلو 10 وانت بتلف هتتضرب من السير هيكونوا حاطين ار بي جي وهيضربوا العربيه بتاعتك طيب سيدي متشكر جدا وبتاع وكده يعني ده واحد من المتهمين قضيه حضرتك تنظرها قال لي انا قاعد معاهم في الزنزانه هم بيخططوا كده بس انا شايف ان انت قال لي والله انا شايف ان انت راجل طيب يعني انت مش هتظلم حد قلت له لا عمري ما اظلم حد واظلم حد ليه يعني الورق هو اللي بيتكلم لو انت عندك هشوف نشوف الورق بتاعك بنشوف الورق بتاعك كله لو الورق بيقول مدان مدان براءه مع السلامه ولا وبعدين بص انا هقول ساعتك حاجه انا عمري ما بصيت لاسم يعني عمري ما شفت اسم قدامي يعني الاسامي دي قدامي بتبقى ممسوحه يعني انا بشوف الف وب وجيم ودال بتشوف اوراق اوراق اتهامات وادله وشهود حتى ما كنا بنتداول كنا نقول الف وب وجيم ودال ما كناش بنقول اسامي فلان او مش عارف يعني المتهم الاول المتهم الثاني المتهم الثالث بالرقم بالرقم لكن عمرنا ما تبص الاسم لا انا مالي ما الاسم